السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عشان رمضان جاي وفعل الابواب، احمد عايز يعمل لكم بدل الصواريخ. تمام، هي عصاية اهي وبتاع الدرج، دي المقبض بتاعت الدرج، بس ده مقبض قديم، ده المقبض اشتات بتاعت الدرج بتاعي، وبتبقى بالشكل ده، وبنحط هنا كبريت ومسمار. هنوريه لك الوقت. تعالى بقى ما ورينا ده، شوفوا ده عصاية وحشة ازاي، بس ده عصاية حلوة يعني. متلقاش اللي دي. يلا انا وياتي مسك عليك. يعني بدل ما بيعملوا صواريخ بالكبريت وحبة حاجات كده، تلزقوها تثبت. لزقها جامد. ما ينفعش تتحرك. لزقها جامد. كنت جايب واحد علبة لاس علشان كنت بعمل التانية. بصوا يا جماعة، جامدة اهي ثابتة. بنجيب كبريت ومسمار اللي هي الراس الحمراء تفكها هنا، ونحط الأحمر بتاع الكبريت هنا، تحط في الفرن ده ومسمار، تقوم دبها في الحيطة. أيوة دي شكلها بعد ما خلصت بقت جامدة اهي. زي ديت اهي. واحدة العصيمة وواحدة لحمة. احنا اسفين على شكل العصاية دي، بس احنا حبينا بس نصورها، وهو كان عامل دي فجاب العصاية دي. الراس الحمراء دهيتي دهي. هنحط اتنين او تلاتة في الراس الحمراء. طب قول لهم بتعملهم ازاي عشان نجرب دي. هو عايز يجرب ده عشان تقول استعمال. نعم كده. احنا عايزين نورين كم واحد بقى. اتنين تلاتة. انا ماما زعلانة على الكبريت. الكبريت اللي احنا بنخلصها عليها عشان بيخلصوا كبريت كتير. مالو الصواريخ يا جماعة، ونشتري بجنيه ولا 2 جنيه؟ وبعد كده بقى نعمل ايه؟ كم واحد كده؟ اتنين. هكتر عشان يضرب جامد. قصر عادي يعني، مفيش مشكلة. وده الحته اللي هيت نعمل بيها كده، ندخل جوه. نجيب مسمار زي دهوتي. مسمار خمسة ونعمله كده. بصوا دهوتي. بصوا عشان بس ثانية واحدة، البوز اللي بيبقى تحت نعمله عادي، نوقفه. الراس هي اللي بتبقى فوق عشان نضرب على ايه. نوريكم نعمل. شفت الشعلة؟ هي ما اتعملتش، هنجربها لكم في التاني احسن من ده. ده طلع وحش. هنجرب بقى في دي. هنعمل زي التانية. لأول مرة الهاند ميد دوت شغل احمد مش شغل معتصم، صح؟ معتصم بتاع الحاجات دي مش احنا. على فكرة هما 2 حلوة قوي، ما تكترش عن 2 عشان انت بتضرب ب2. في الشارع بنقدر نعمل 2.
بصوا استني، بصوا المسمار بالبوق بتاع اللي احنا بنسمر منه كده لتحت، هو معوج بس علشان سمع احنا بنسمر بالظبط، بس ايه ما ندقش عليه جامد عشان يعمل الحلو. ها رزنا جامد. اوكي كل سنه وانتم طيبين، قولوا لهم رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عشان رمضان جاي وفي الابواب، احمد عايز يعمل لكم بدل الصواريخ. تمام، هي عصاية اهي وبتاع الدرج دي، المقبض بتاع الدرج، بس ده مقبض قديم، ده المقبض اشتد بتاع الدرج بتاعي، وبتبقى بالشكل ده، وبنحط هنا كبريت ومسمار. هنوريهم لك الوقت. تعالى بقى ما ورينا ده. شوف ده عصاية وحشة ازاي، بس ده عصاية حلوة يعني. متلقاش اللي دي. يلا انا وياتي مسك عليك. يعني بدل ما بيعملوا صواريخ بالكبريت وحبة حاجات كده، تلزقوها تثبت. تلزقها جامد. ما ينفعش تتحرك. لزق جامد. كنت جايب واحد علبة لزق علشان كنت بعمل التاني. بصوا يا جماعة جامدة اهي، ثابتة. بنجيب كبريت ومسمار اللي هي الراس الحمراء تفركها هنا، ونحط الاحمر بتاع الكبريت هنا، تحط الخرم ده ومسمار، ثم دبها في الحيطة. ايوه ده شكلها بعد ما خلصت. بقت جامدة اهي زي دي، زي ديت اهي. واحدة العصيمة وواحدة لحمة. احنا اسفين على شكل العصايه دي، بس احنا حبينا بس نصورها، وهو كان عامل دي فجاب العصايه دي. الراس الحمراء دهيتي دهي. هنحط اتنين او ثلاثه في الراس الحمراء. طب قول لهم بتعملهم ازاي عشان نجرب دي. هو عايز يجرب ده عشان تقول استعمال.